السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أنت سعد صمد تك السر. أي يا سيدي. قول لنا اليوم كيف كانت القضية في جمعة فضالات؟ في جمعة فضالات بالنسبة حول اللي مزيان، اللي مزيان كان قليل، واللي كاين هو بأن اللي ما عارفش يعني هو اللي كان فيه واحد النسبة، يعني ما نقولوش ما مفقود، ولكن بالنسبة لذاك الحولي يمكن هو اللي تكلم عليه السيد الوزير، قال لك ديال 800 درهم، يعني بالنسبة اللي باغي يعيد على العظومة. حولي ما عارفش جاي من السرح، وتحت السرح ما كاينش مراعي، يعني كان الجفاف، ما يعني هذوك البهايم تقريبا بينهم وبين الموت بلاد قراب يموت، يعني اللي باغي يعيد ب 800 درهم بحال غيدي العظومة ديريكت، يعني ما عندوش العيد. وغير قاب هذا الحولي ديال 800 درهم؟ ما نظنش غيلقاه، لا ما كاينش. اضعف الايمان 2300 2500، باللي غينزل على 2000 درهم راه ما غيديش يحاول اللي غيعيد عليه. قدر ما يلقاش كاع. ولو يلقاه ما 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 ماشي اضحيه، ما فيه لا الحم، ما فيه حتى حاجه. اش من اضحيه؟ راه ما واخا يكون فيه العيوب. ما العيوب، من غير العيوب ما فيه لا الحم لا شحمه. اش باغي يعيد هذا؟ اش غيذبح؟ الدجاج احسن منه. مقارنة ديال السوق العام اللي فات والسوق ديال هذا العام، هذا المفارقة والفرق اللي بان لكم شنو هو؟ انتم كسابة. الفرق هو أن الجودة ما كايناش، وهذا الشيء السبب هو الأعلاف غالية والدعم ديال الدولة اللي كيديروا الإشهار في التلفازة وكيقول لك دعمنا الشعير مدعم بجوج دراهم، حنا كنشريوه بخمسة دراهم، وهذاك الشعير نفسه يعني نفس الكاليتي اللي خدنا ديال الدعم. وفي الدعم شحال كيعطيوك؟ كيعطيوك جوج خنشات ملي كتشوف في التلفازه، كيبينوا كيعطيو يعمروا، يبينوا شاريو ولا يبينوا لك فلاح هاز بيكوب ولا شنو فيها جوج طون ولا ثلاثه، ولكن هما في الواقع بالنسبه للمنطقه ديالنا حنا عطاو 160 كيلو. بالنسبه للحامنا اللي عندهم الكسيبه وعندهم الجفاف الصعيب عطاوهم 400 كيلو. 400 كيلو كاين في الحامنا اللي هو مخصوص بها غيطحنها يوكلها لولاده. كيفاش غدير؟ وبالنسبه لدابا بالنسبه للغنم، انت كتشري العلف ب 5 دراهم الكيلو، يعني 500 درهم القنطار، والنعجه بشحال كانت كتباع في شهر واحد وشهر 12 وشهر جوج ب 50 درهم حتى 100 درهم، شحال خاصهم من النعجه باش يشري قنطار ديال العلف؟ كيفاش غادي يوصل هو هذا الحولي للعيد؟ هذا اضافه الى المشاكل اللي خلات بنادم بالنسبه مثلا للدار البيضاء، ولا فيها نقص في العرض لاسباب عده. وقع القضية ديال العرض، حنا الحكومة ورئيس الحكومة بنفسه وزير ديال الفلاحة تكلم على الخرفان وتكلم على الأضاحي ديال العيد، وقال على أن كاين ما يفوق 3 مليون ديال الرؤوس ديال الأغنام، بأن راه الخير موجود، بأن راه العرض أكثر من الطلب. أنتم كقسابة وكالناس كتدخلوا السوق، واش بان لكم فعلا هذا الكلام اللي قال السيد الوزير؟ ومنطق الأمور كيقول لك بأن هذا الكلام ما كاينش، إذا كان هذاك الكلام السوق غادي ينزل، السوق زاد ارتفع. وملي كتولي 3 مليون مقابل 5 مليون و600، 3 مليون فائض، يعني راه فائض، يعني ولات انتيير زايده. فينا هي دابا؟ حنا دابا فينا هي؟ كاينه في السوق. البارح انا كنت في البرنوسي خاوي، ما فيش الغلم. واضافه لهذا بالنسبه للدار البيضاء، علاش ولا فيها نقص في العرض؟ كاين بزاف العراقيل كيلقاها الكساب في السوق من غير الصنك والزياده ديال الصنك. الثمن ديال الرحبه قلتي نيغوزيتيه معاهم او لا تناقشي معاهم في الثمن ديال الرحبه، واش التعريفه والطريفه ديال الرحبه ما معلقاش؟ لا ما معلقه لا طريفه، ما كاينه تعريفه. شحال درتو ديال الثمن، يعني شحال يعني السومه باش دخلتي انت للرحبه وحطيتي كاميرا من راس؟ انا البارح دخلت حتى العشيه يعني الوحده وشي حاجه، وكانوا عندي خرفان صغار، قالوا لي غتخلص 1000 درهم. قلت لهم الكاميو كامل. الكاميو كامل. عندي 10 الخرفان صغار. بقيت كنتفاوض معاهم وقلت لهم انا عندي 10 صغار وهذه، حتى خلصت 500 درهم. وكان اكتظاظ قليل في السوق، لو كان الاكتظاظ ما غيقبلوش لي اقل من 1500 2000. هذيك 500 درهم اللي خلصتي على هذاك النهار او لا ديما باش قاعها؟ حتى على هذيك جوج السوايع اللي غندخل انايا من الوحده حتى للخمسه ولا سته. صافي. اش من ديما تبقى حاط ورا دخل الكاميو فيها حولي واحد غتخلص عليك ترى الناس. انا تفاوض تعاقدت معاهم تخلص 500 درهم، اما الناس راه مخلصين 1000 1200 درهم الكاميو صغر من ديالي عبيكو.
والناس اللي عندها كميات كبار مخلصه 2500 2000 ما كي يحترموش التعريفه ما كاينش تعريفه وما كتعرفش التعريفه ما كتعرفش التعريفه وما كاينش تعريفه ما كاينش تعريفه ديال الرحبه ديال البرنوصي الضحابي لا ديال البرنوصي ولا ديال الاناسي نفس المشكل يعني عماله البرنوصي انت كل عام كتلقى نفس المشكل نفس المشكل فهاد الجرح باش ما كاينش المراقبه هاد الشيء على انا كنبيع قديم في الدار البيضاء هاد الشيء بدا في 2004 بدا كيطلع 2004 كنتي قبل من 2004 كتخلص 30000 فرانك 40 2004 بديتي كتخلص 80000 فرانك 1000 درهم وبدا كل عام كتزاد 1500 الا كان الكساب واحد في الحولي وعنده الحولي بزاف ووقع اكتظاظ السوق راه كتوصل حتى ل 5000 دابا هذا دابا 500 درهم اللي خلص يعني 1000 ريال للراس انا خلصت ارخص واحد كان اللي مخلص حتى ل 100 150 درهم وهذا الشيء ما داخلش يعني ما كاينش الكساب داخل راه جراو على الكساب علاش العرض ولا قليل ما بقاش حتى واحد يقدر يدخل للسوق يعني اللي غيضيع اكثر هو المواطن راه اللي باغي يعيد هو اللي غيخلص راه انا غتزاد عليا 50 درهم ولكن غينقصوا عليا واحد الاعداد ما دخلش للسوق يعني كتدخل للسوق كتلقى العرض قليل حتى غادا تزادك هذيك غتزيدها غتزاد على المواطن اللي باغي يعيد والناس مازمه عيب هادشي صراحه ما عندوش منطق جاتك الحكومه الوزاره بشان هذه القضيه ديال بالنسبه والعلف وما الى ذلك العلف بالنسبه لوزاره الفلاحه راه خاصها تهتم بهذا القطاع ديال الفلاحه راه بينت الازمه بانهم راهم مخصوصين بانتاج ديال الفلاح خاصهم الفلاح يكون عنده انتاج باش الدوله كتامن شويه من الجانب الغذائي اما بالنسبه للامن الداخليه خاصها تحرص على الموظفين ديالها بالنسبه للجماعات وبالنسبه للعماله بالنسبه للرحبه اللي كيخليو لهم الرحبه كيقولوا على ان عندها تعريفه وعندها الثمن ديالها باش كيدخلوا رؤوس الاغنام وباش كيدخلوا الشاحنات وملي كتمشيو نتوما تما كتلقاو ثمن اخر لا سيبه لا حديث ولا حرج ما كاينش ادنى شكون اللي غادي يقول افراد على داك التعريفه يعني خاص المراقبه ما كاينش شكون اللي كيراقب عيطت انا من 2016 وانا خدام على هذا الامر وكنقول هذا العام غيتغير ولحد الساعه ما كاينش تغيير يعني فت المسامع ديالهم ليه يعني الاسم ديالك عبد الصمد الصاخي المهنه كساب كساب شكرا تبارك الله عليكم والى اللقاء العفو